سفي على دمعي على وجعي على اللي ضاع مني العمر أسفي على روحي على جروحي على جمر بيكوي الصدر جيب لي صبر لما الضنا ماله قريب جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب لما تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر آه ضيع العمر مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما في وصفة نفس العيون بس وين نظرات الدفا نفس العيون بس وين نظرات الدفا وين الوفا شو يلي صاير بالخفا جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر بس هالظهر ما بينحنى جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر طارق يمكن الشيء اللي بدي اقول لك اياه ما لازم ينقال بس انا من واجبي اني اقول لك اياه شوفي طارق انت بتعرف قديش بحبها لسهر انا مشان هيك في موضوع كتير مهم انا لازم اقول لك عليه من واجبي اني اقوله خلصيني يا رشوفي ايش هو شغله مع رؤوف نحن عم نكتشف يوم ورا يوم انه رؤوف واحد خطير شخص مؤذي، شخص حشرة رؤوف هو اللي أذى بابا هو اللي ضيع له عمره شو هالحكي هون؟ اللي هو مو بيكون جوز بيكون جوز عمتي وجوز أمي شوف على هالبيعة بقى هي قصة طويلة ويمكن أنت صرت بتعرف جزء كبير منها هلأ المهم أنت لازم تنبهها لسهر أنا خايفة إذا عرف إنه هي على علاقة فينا يقوم يأذيها يرى الحكي اللي عم تقوليه كتير خطير أنا ما بعرف بالضبط أنت قد إيه متأكدة من هالشي مثل ما أنا متأكدة إنك مقدر الدوافع اللي مخليتني أحكي معك بهالموضوع أنت تعبانة يا رأي نزلتي خلصنا بقى كلها شوية ترشح ولا أنت بدك إياها من الله لحتى تفركها يا ستي الله يسامحك وعلى كل حال سلامتك
طيب حنان، خليني بسط لك القصة. انتو جماعة فوق، نحن جماعة تحت، في بيناتنا خط. يعني انتو النزلة من عندكم كتير سهلة، بينال عنا بعدين تسلاية، خبرة، غلطة. اما بالنسبة إلنا شو؟ طلعي فيني، انا واحد مثل حكايتي فينو يطلع لفوق؟ اقسم بربي بتنكسر رقبتي. سلاي؟ لك مصطفى، انا اكيد اني ما عم بتسلى، وبظن انه الصداقه اهم شوي من السلاي. ما اهم، انا كل اللي كان بدي اوضح لك اياه هو انه انت صديق، وانه علاقتي فيك هي ما لها مجرد مصلحه وبس. بس واضح انه فكرتي ما وصلتك ابدا. لا بلا، وصلت كتير منيح كمان. كيف صرتي؟ الحمد لله أحسن. والله ما في داعي تعزبي حالك. شو ما في داعي؟ حرارتك مرتفعة، لا تنقزي الباردة شوي. عن شو تفتقت مخيلتك هالمرة؟ شوفت عينك بهالوراق. شو صاير لك انت يا زلمة؟ ليش هيك طاحش طاحش؟ بشو؟ شو؟ ليش كل هاد مستعجل على الشغل؟ مضطر يا صاحبي، مضطر. بدي خليه يعرف هو وكل اللي حواليه اني بقدر اوقف على رجلي ولحالي. لك على راسي، بس لا كتير تستعجل مشان ما تندم. بعدين بدك تخليه يعرف هو واللي حواليه. أنا شو دخلني تشغلني معك لهالشغل؟ لحظة. أي أمي؟ أي حبيبتي، عند سامر أنا. خير شوفي؟ آه بس هيك؟ فكرت صاير شيء أمي، كله ارتفاع حرارة، طولي بالك، ليش ضايجة؟ قلتي لخاله؟ ما في داعي تقولي له يعني. أي مو محرز القصة. خلص، والله لا أجيب دواء إجي. خلص أمي، والله رح إجي شبك. يلا سلام باي. خلصوني منك. خير شوفي؟ ما في شيء، ما بتعرف خالتك شلون ملهوجه لهوجه. يارا مرتفعه حرارتها، حسستني كانه اخذت على العنايه المشدده. لسه هلا اجيت. والله بتفضحني امي اذا ما اخذت الدواء. بعدين من بكره الصبح ننزل على البنك، لا تنسى. سلام. الله معك. مو معقول اللي صار. رؤوف قدر يحولي من إنسان عم يبحث عن حقيقة لقاتل لمجرم. أنت شرعاً وقانوناً كنت بوضعية الدفاع عن النفس. أنا دفاع عن النفس، أنا قتلت الزلمة. هدي وروق، تخيل حالك محله، يعني أنت المقتول. ومن البداية أنا قلت لك هاي اللعبة ما بنعرف لوين رايحة. هاي مانا لعبة، هذا حساب قديم نضال، قديم كثير، ودفعت من حياتي كل شيء.
دفعت 20 سنة حبس، ماني مستعد سدد أكثر. مو قلنا إنه الجهات الأمنية لازم يكون عندها علم بكل شيء وأنت ما رضيت؟ لكن هلا ما فينا نساوي شيء، اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. شو هاد؟ هذا التليفون اللي بده. وينك يا حيوان؟ وينك؟ سمعت الصوت؟ كان صوت رؤوف. معناته تخمينك بمحله. مو تخمين، أنا متأكد. نضال، الله يخليك، أي سيرة ما تجيبها لحدا. أبدا، لا تاكل هم. أهلين حجي. أهلين. طمني كيف صرت؟ رواق عالي العاد، شلون شايفة؟ معلش حجي مشاني، طول بالك عليه، شب وطايش. خلص نوم. ما بتسمع باسمه؟ مالي طايح سيرته. أمرك. قومي حبيبتي، قومي نامي بغرفة النوم، قومي. داخلي من الغرفة عمي. أهلين أخي. خير خير خير، شو في؟ والله حرارتها مرتفعة. شو هالحكي؟ سلامتك بابا. في سخونة؟ أخذك على الدكتور؟ ما في داعي بابا. لا لا لا، لازم أخذك على المستشفى، قومي بابا. شلون ما في داعي؟ مرتفع حرارته وما عم تسمع الكلمة. أخذتي دواء؟ توها خافت حرارة. ريتني أنا ولا أنت يا حبيبتي. ليت الشعر. مرحبا خالو. أهلين أهلين أهلين. شايف بنتك شو عم تعذبنا؟ بسيطة بسيطة. بابا فوتي نامي شوبا. فوتي أذفالك الله يخليك يا رب. يلا خدوها خدوها لشوبا. يلا خدوها خدوها. أنا تعبان. سلامتك. تعبان كثير. خدوها. يلا يلا. قومي حاج دلال، قومي. Thank you.
راحت عليك، ما ضل بالأمر إلا كم نفس. كل شيء كنت عم تساوي طلع فاشوش، طلع عالفاضي. رد فاز عليك رؤوف، شلحك كل شيء وانت عم تتفرج، ربح عليك بالماضي وربح عليك هلا. بس هلا مو بشطرته، مو بشطرته بنور، الوقت انتهى. الأمر فجرت، أقسم بالله فجرت، فجرت، فجرت لو آخر دقيقة بأمري، فجرت، فجرت. شو عم بصير؟ ما بعرف. تعي نشوف. ألو خير، شو في؟ طلعوا برا. يا أخي شو في؟ طلعوا برا. بس خليني أطمن عليك. أنت اللي زعلت، طلعي لبرا. صباح الخير بابا. خير بابا؟ فيك شي؟ شكلك تعبان. لا عيوني ما فيك شي، بس ما أنا من طول الليل. معناها هذا كله لأنه حبيب القلب مزعلك. لا تفتح السيرة والله يرضى عليك، هذا واحد قليل أدب قليل ترباية، وأنا ما بتعرف عليه وبريء منه ليوم الدين. طيب خير إن شاء الله، يلا خاطركم أنا رايحة. مع السلامة، يلا معك. تفضل. صباح الخير. صباح الخير خالو، انت منيح؟ انا منيح خالو. طيب خالو، انا مستعجل، بدي اروح مع سامر. مستعجل مشان القر تبع سامر؟ مستعجل على كل شيء، هلا كل همه يحط راسه براس ابوه. بسيطه خالو، خليك جنبه بهالفتره، هو محتاجك. لا تاكل هم خالو، دير بالك على حالك. أهلين ماما. كيفك ماما؟ الحمد لله منيحة، أنت كيفك؟ ليش هيك صوتك؟ والله قلبي كان حاسس شبكي. ما في شي ماما حبيبتي، بس امبارح طلعت حرارتي شوي وهلا صرت أحسن. وليش ما حدا خبرني؟ يا ماما بس لا ينشغل بالك علي، والله صرت أحسن أنا. ولك شو هالحكي هاد؟ هلا أنا كيف بدي أطمن عليكي؟ طيب ليكي ماما، أنا هلأ رح أقوم غسل وشي وبركي بنقعد بشي محل أنا وياكي. لا ماما لا، لا تتحركي، خليكي مرتاحة. عم تاخدي دواء؟ ماما أخذت دواء وعملت كمادات وزهورات. كمان كمادات؟ لك شو عم يصير معك؟ ليكي ماما، أنا جاي لعندك ورح أجيب لك عصير برتقان. إيه؟ أهلا وسهلا ماما، بس ما في داعي تعذبي حالك. خلص يارا، يلا باي. بابا امبارح بالليل ليش كنت عم تعيط؟ بعدين بحكي لك بابا، بعدين. بابا بس انا لازم اعرف. بعدين حبيبتي، قلت لك بعدين. بابا هي ماما اللي كانت عم تحكي معي. ما بصير تشغلي بالها وتخبريها. بابا بس انا ما قلت لها، هي عرفت من صوتي وقالت انه بدها تجي تشق علي. ايه ليش لا بابا؟ هذا البيت بيتك وبتستقبلي فيه مين ما كان. بس انا بعرف انه هي ما لازم تجي من شان عم تكمل. لا بابا ما تحكي اليوم، انا بحكي معها. بابا بدي اقول لك شغله، كل ما بشوفك بتخطر لي اني اقول لك اياها. عن جد شكرا كثير،
شكرا لانك هيك. شو لما رايحة من الصبح بدي اجيب كم غرض من السوق. طيب يلا انا رايحة. ماما دقي لعند اختك وطمني عليها. مين؟ يارا؟ ايه يارا. ليش شو بقى؟ تعبانة وسخنانة من امبارح. ان شاء الله. أنا بعتذر مشان امبارحة، كنت تعبان كثير، ما تزعلي مني. أنا ما بزعل منك، بس يا كمان حبيبتي. لا لا، يا رب تفتحي أمي. خلص، لا تدقي، البنت نفسيتها تعبانة ومرضانة. ليكي ليكي ليكي، العب. ريهام عم تراقب أمها، شايفة؟ شفتي قديش مظلومة نهار؟ مظلومة؟ والله نحن ما ظلمنا حدا، هي ظلمت حالة بإيدها واللي بإيده الله يزيده. مرحبا حجي. حكيتي معه اليوم؟ مين؟ كمان؟ لك عن أمي؟ أي هذا البطيخ؟ لا ما حكيت معه لأنه ما في بيني وبينه تليفونات أصلاً. ليش شو في؟ احكي مع أخوكي، خليه يحكي مع بنته. بعدين ليش لحد هلا ما صار تليفونات بيناتكم؟ عم بدفع لك مصاري على الروح اللي خلفوني؟ لا حجي، بس ليش لحتى يكون في تليفونات بيني وبينه من الأصل؟ يعني ما في عندي أي مبرر أقدم له إياه للزلمة. أنت ما عم تعرفي تشتغلي، دخلي، وأنا شو مستفيد بكل شي عملتي؟ عرفتي لي حضرتك هلا وينه هو؟ ولا على قولة المثل؟ جبنا الأقرع يونسنا. ماشي حجي، أنا رح أتصرف. معلوم بدك تتصرفي؟ سهر خانو، مثل ما أنا عم مشي لك أموري بدك تمشي لي أموري. ما شاء الله عم تغرفي غرفي لحساب. حاضر حجي، نص ساعة وبكون الخبر عندك. لك يا عيوني أنا ما قصدي، لا تواخذيني عم عصب ويطلع خلقي لأني متضايق وتعبان، وبعرف هيك شغلة سهلة عليك كتير. إن شاء الله خير. تسلمي لي. سلام. الله معك، مع السلامة. وينك يا أبو راكان الزفت؟ وين غلطت هلا؟ أبو راكان ما حكى؟ سلامتك يا قلبي. أكيد رايحتي لك شي مشوار ولا في حك الهوا ما هيك؟ الله وكيلك يا ماما، لا فوتي ولا طلعة. بعدين أنت ليش مفكرتيني إنه لساعتني صغيرة؟ أي بنت صغيرة، وراح تضلي بعيوني بنت صغيرة، وبدك مين يدير باله عليكي؟
ماما انا والله بعرف دير بالي على حالي كثير منيح. بعدين عمي امل ما قصرت معي بنوم، لو تشوفيها كيف طول الليل سهرانه بجنبي، شي كمادات وشي زهورات ما تركتني. يعني انا هلا ما عاد اللزوم، انا لا سهرت ولا تعبت عليكي ولا ربيتك ولا عملت لك شيء، هلا كل شيء منيح، ما حدا عم يعمله غير عمتك امل. ماما انا ما هيك قلت، ليش في حدا بالدنيا تعب علي قدك؟ شوفي لوين وصلنا، حاسه حالي مثل الولد الصغير اللي بده يسرق شيء، مثل الحراميه. استنيت اختك لحتى طلعت من البيت مشان ما تشوفني اني جاي لعندك. ماما مشان الله لا تبكي، بدك يعني انقهر وامرض بزياده؟ لا يا امي سلامتك يا حبيبتي، بس انا صعبت علي نفسي وبحق لي، انا ام، انا ام ربيت وتعبت وفرحت فيكي وانتي عم تكبري ونهرت وانظلمت، اخر شيء عم حسك انتي عم تروحي مني، عم حس اي حدا احق فيكي مني ما عم تزبط معي، اني انا حاستك غريبه عني لك ماما. اهلا وسهلا، تفضلي. هيك اليوم هي حابة تدلل شوي، بدي اشوف لافتنا عليها، حتى انه انبسط كثير لما انت تشغل بالك عليها. شكرا بابا. انستك. يارا شوفوا ابوك ليش هيك لونه مخطوف؟ اخ يا ماما حامل همومنا كلياتنا فوق هم، انا حاسه بالذنب، حسيت انه مو وقت اني امرض، عم حس حالي اني عم حمله فوق طاقته. ايه يا الدنيا، هذا هو، مو متغير في شيء، كاني شايفته من 20 سنه. ايه ريهام حكيت معك شيء؟ لا ابدا، لا انا حكيت معه ولا هي حكيت معي. هي قالت لي بدها تحكي معك. ماما لا تكون دقت لك وانت ما رديتي عليها. لا ابدا ما اتصلت. ليش هي قالت لك انه دقت لي وانا ما رديت؟ ماما انت الكبيره وانت الواعيه، شو بدك فيها؟ هي لساتها ولد، لسه صغيره، ما تعلمت من الدنيا، صري لك امي. ماما شو بتريديني اعمل؟ شو رايك دق لها وقول لها والله انا تعبانه كثير يا اختي، الحمد لله على سلامتي. شو صار؟ لك وينك عم دق لها؟ شو ويني؟ بمحاضره. محاضره قلت لي؟ ايه والله يا ستي محاضره، هالمره ما صرتت معك. ليش يارا ما عندها محاضره؟ لا ضرتك اليوم مريضه ما داومت. ضرتي؟ هلا هاد اللي طلع معها؟ طبعا ضرتك. انت مو ملاحظه انك انت صايره تعملي لي جولات تفقديه على المعهد؟ انت من ايمتى بتسالي عني؟ ايه لانه ما كنت اعرف انه الواحد بيقدر يقعد ويحكي معك. بعدين انا كثير مبسوطه انه بالفتره الاخيره يعني هيك تحسنت علاقتنا. اذا انت متضايق من جيتي لعندها خلص ما عاد اجي. وليش لحتى اتضايق؟ عم امزح معك. شبهها يا ربي، شو مريضه؟ ما في شيء، شويه رجعه وسخونه. رحت زرتها وطمنت عليها؟ عزفت لها تليفون صباحي، قالت تحسنت. وإذا هي قالت لك إنه تحسنت، أنت شو قلت لها؟ أنا؟ شو بدي أقول لها؟ قلت لها إن شاء الله سلامتك ولعدوينك واللي بيكرهوك يا حق. لك يا أجدى، ليش ما رحت اشتريت ورد ورحت لعندها؟ قلت لها الحمد لله على السلامة، كيفك يا حبيبتي؟ أنا اشتقت لك، لك أنت ما بتعرف الورد قد إيه له تأثير على البنات، شبك؟ بتعرفي ما خطر لي؟ إيه لأنك شقفة وحدة. Thank you.
فكرتك نزلت قلت ما رح لحقك. ليش انا بقدر انزل قبل ما تصبح بهذا الوش الهيو؟ على بنتها؟ زارتها 3 دقايق ومشيت؟ ولا خايفة من جوز الندامة؟ أمال عيب الحكي، الشغلة مو بهالسهولة. المرأة عاشت هون بهالبيت سنين وطلعت هي وبنتها مكسورة الخاطر، وهلأ شفتيها شلون فايتة لعنا كمان مكسورة الخاطر. أمرك مثل ما بدك. بقدر روح هلأ أكمل شغلي مشي الحال؟ روحي، بس مثل ما هلأ قبلتي الموقف أرجوكي لقدام لا تدعي. ان شاء الله الف مبروك ابو سمرة. الله يبارك فيك، بس اخ على ما اشوف وشه للحجي لما يعرف انه وافقوا لنا على القرض. حبيبي ما كانوا رح يوافقوا لك على القرض لو ما كنت ابنه للحجي. ها ما انا قلت لهم انه الشغل الي مو لابي. ايه بس الكرت اللي اعطيتهم اياه مكتوب عليه شركه البندقجي. ما كلي عليك شو بتحب تسمني بدري. امشي تشرف. انا طالع يا اموري، ديري بالك علي. مرحبا. مرحبا. اهلا وسهلا. ما تسبونا، اجينا بلا موعد. كيف الانسياره؟ سلامه ان شاء الله. الحمد لله. شرف وشرف وشرف. شكرا. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا خطوه عزيزه. يا امان طارق واخته سهر عنا. كانكم طالع استاذ كمان. نحن اسفين اجينا بوقت غير. ولا يهمك ولا يهمك. عمو انا كثير بعتذر، يمكن لازم نحكي لما نيجي. انت الوحيد ما بيطلع لك تحكي، انت من اهل البيت يا طارق. اهلا وسهلا، شرفتوا. اهلين. اهلين حبيبتي. اهلين. ليش معزمين حالكم جايبين ورد؟ يا عيب شو، ما في شيء بنقيمتكم. اهلا وسهلا، انا بعتذر. ها هي اختي بتقوم الواجب. ولا يهمك. الله معك عمو. طمنينا شلون صارت؟ ان شاء الله احسن. لا الحمد لله صارت احسن. تفضلوا. يلا عن اذنك، انا بس عندي تليفون دقيقتين وبلحقكم. ايه ولا يهمك، خدي راحتك، بس تخلصين احنا عم نستناكي. تفضل. تليفون مهم. الو. اهلين كيفك؟ تمام. ايه عندي ضيوف. اللي شو القصة؟ اللي شفته بعينك؟ ايه تابعه. ها لا يغيب عنك ابدا. ماشي، بس يعني شهل الامور اكثر، خليك اسرع ممكن. يلا يرضى عليك. يلا بشوفك. الله معك، مع السلامه. خير بابا؟ في شيء؟ مشاكل الشغل كالعاده بابا. يا حبيبتي انت كنت عم تقولي لي حاسه انه ماما عامله شيء وعم تخبي عليك، شو هو يا ترى؟ والله مالي عرفانه شو بدي اقول لك. ماما راحت لعند يارا على هداك البيت. انت متاكده من هذا الحكي؟ طبعا متاكده. استنتني لحتى اروح وراحت تزور الخانه وتطمن عليها. انا هذا الشيء اللي كنت خايف منه ما كنت حابب لك. يا بابا امك عم تغلط، وكرامة لك انا ما تصرفت شي لحتى هلا. بس انا ما برضى ماما تستغفلني ولا تستغفلك بهي الطريقه.
عيب. مظبوط. وصراحة أنا بابا ما عاد روح على هذاك البيت، لأنه ما بيناسبني الناس تقول هذا بيت عبد الرؤوف البنتاشي. لذلك أنا بشوف إنك أنت كمان تتركي البيت. أنا؟ طيب وماما؟ بعدين لوين بدي روح؟ بابا وقت اللي أمك بتشوفنا اتنيناتنا رافضين هذا التصرف، هي راح تجي وترضخ للأمر الواقع. وبكل أحوال من هون ليصير هذا الشيء، يعني خالتك رضوى بتحبك كتير. لا بابا، كل شيء إلا بيت خالتي رضوى. طمني بابا، أخوك سامر مو بالبيت، بالبيت ما في غير خالتك وأختك. بابا أنا مشكلتي مو مع سامر، الله يوفقك بلاها. ماشي، حاضر يا ستي، راح دور على بيت واسكنه أنا وأنتي. بس كمان يا بابا، أحياناً أنت بتضطري تنامي لوحدك. أي مو مشكلة، بنام لوحدي، بس لبين ما تجي ماما، أكيد ما رح تضل تركتني لحالي. ماشي، رغم إني مشغول لفوق رأسي، بس بدي فرغ حالي يومين لحتى نلاقي بيت. حاضر يا ستري، ها أنت بتعملي. تسلم لي يا أحلى أب الدنيا. بدك مني شيء؟ سلامتك يا عيوني. يلا باي. الله معك. ديري بالك حالك. ايه حاضر، مع السلامه. تمام شباب، طول الليل ما قدرت نام، ضبط صوته ببالي. لو حسيت انه بس عنده نفس صغير كنت اخذته واسعفته. بس خلص اللي صار صار، واصبع عنه. بعرف نضال، بس انا قتلت بني ادم. ما بعرف القصة اللي انت تاخذني. الو، لو تاخرت شوي كنت رح سكر. مشغول شي؟ لا ماني مشغول، هيكني عم بحكي معك. انت بدك شي؟ مصطفى شبك؟ في شي؟ شي مثل شو؟ يعني وين الغرابة اذا سالتك بدك شي؟ طبعا غريب، يعني لازم يكون في سبب لحتى اتصل فيك. يعني بتصور انه الشغل اللي كان بيناتنا وخلص، صار فينك تساوي وظايفك لحالك. شو قصدك يعني؟ حابب تقلي انه انا كنت عم بحكي معك بس مجرد مصلحة؟ انت مجنون شي؟ لا حنان، والله مو هيك قصدي. انا اللي بدي اقوله انه مصطفى، شو اللي عم تقوله؟ انا مصدومة باللي عم بسمعه. معقول انت بتفكر بهي الطريقة؟ يعني نحن رفقات. حنان، والله لا تزعلي مني، بس انا فكرت كتير ولقيت انه رفقتنا هي مو ظابطة. كتر خيرك والله. يعني ما عاد اتصل فيك؟ لا حنان، ابدا مو هيك القصه. انا حدا بحب سمي القصص كلياتها بمسمياتها. يعني ما بتصور انه الزملاء بالجامعه بيحكوا مع بعض بعد هذا الوقت. معك حق. بتعرف يمكن انا غلطت اني حكيتك، ما كان لازم احكي معك. لا، الاحسن حنان انك تفكري بحكي، واكيد بدك تلاقي انه انا معي حق. معك حق بشو؟ انا كل اللي فهمته منك انه ما بقى بدك ياني اتصل فيك، ويمكن المرة الجاية بدك يعني أخذ موعد كمان. حنان، بالله يفهمي علي. مصطفى، أنا كل اللي طالبتك فيه إنه نكون رفقات وبس. إيه حنان، حتى الرفقة لازم يكون إلها معايير وشروط. ولك من أمتى الرفقة صار إلها معايير؟ إلها هي من يومها هيك. أنت جيتي على حارتي وشفتي شارع بيتي مثل شارع بيتك، العالم اللي لقيتيهم عنا بالحارة مثل العالم بحارتك. طيب مصطفى، أنا بفضل إنه نأجل هذا الحديث ليوم تاني. الواضح انه في شيء تاني مضايقك، لانه المنطق اللي عم تحكي فيه انا ما عم بفهمه ابدا. لا ابدا، انا ماني مزعوج من ولا شيء تاني، بس انا حسيت اني لازم اوضح لك، يعني على القليله منشان نعرف على اني ارض واقفين كل واحد منا. معك حق. طيب مصطفى، انا ما رح اطلق اكثر من هيك. بتريد شيء؟ بدي اياكي ما تزعلي مني حنان. حقيقة بتمنى انك تفكري بالشيء اللي قلت لك عنه، وأكيد رح تكتشفي إني أنا شخص واقعي. طيب، تصبح على خير.
طلعي خير. عدنان، بدك تلاقي لي طريقة توقف له ترخيص المكتب لهذا أحمد. حجي شلون بدي أعطي له إياه؟ في قانون، وأكيد أحمد مكمل أوراقه بشكل قانوني. لك أخي ما اختلفنا، بس أنت بتفهم بالقانون أكثر مني، وأصحابك كتار، دبرها بمعرفتك خلصنا. ما اختلفنا إنه أصحابي كتار، بس هذا الأمر كثير صعب. ما في شيء صعب، بتدبرها، خلصنا. ما نحن صرفناه. ليش لساتك متضايق منه؟ شو يعني خلصنا منه؟ عدنان هذا ولد قليل ادب وناقصه تربايه، هذا عم يوز براس ابني، مو بس هيك عم يقوي عليه كمان. خلص حجي اترك الموضوع علي، الا ما لاقي له حل تكرم عيونه. بس انت روي. ما راح روي لحتى ينداس هذا الولد بالصرامي. تنطر عمر لتحاسبه.